بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وهنا وسعادة وراحة بال. بإذن الله النهاردة الفيديو بتاعنا ازاي نرجع الغسالة بتاعتنا تغسل زي الأول، ما يكونش فيها ريحة كمكمة ولا ريحة مش كويسة للهدوم. عندنا هنعمل لها دورة خل النهاردة بطريقة بسيطة بالخل بس من غير مسحوق. طبعا كلنا بننسى الدورة دي أو معظمنا بينساها، فاحنا هنعملها النهاردة بإذن الله بطريقة بسيطة وسهلة. أول حاجة حبايبي هنظبط البرنامج بتاع الغسالة، فاحنا هنعمل درجة الحرارة بتاعتنا تبقى على أعلى حاجة، هنعملها على 80، وهنعمل أطول برنامج عندنا، هنعمل البرنامج بتاعنا على البي، تمام؟ ده برنامج طويل، برنامج غسل وشطف، وهنقفل باب الغسالة كده، تمام؟ وهنبتدي. معانا العصر موجود ومعانا الشطف كامل موجود، هنبدأ نشغل الغسالة عشان تسحب المية. ما حطناش في الدرج، هنفتح الدرج كده حبايبي، ما حطناش في الدرج أي مية، أي مسحوق، وهنجيب الخل بتاعنا، تمام؟ وهنحطه في الدرج كده. انا بالنسبه لي بعمل الدوره دي كل شهر. لو بتعمليها مثلا على فترات متباعده ممكن تعملي ازازه الخل كلها. انا بالنسبه لي هعمل ايه، هعمل نص الازازه عشان انا بعمل الدوره دي على طول، تمام؟ بالشكل ده انا خدت ايه، خدت من الازازه كتير جدا اهو، وهقفل الباب وهسيبها تسحب، مفيش فيها اي مسحوق خالص. الغسالة مية وخل بس، وعلى درجة حرارة عالية زي ما قلنا. هتعمل الدورة كاملة لحد ما تشطف، وهتتفرجوا على الغسالة بتاعتكم بإذن الله. بإذن الله هترجع تنظف كويس جدا، مش هيكون فيها اي ريحة، هتحافظ على الحلة بتاعت الغسالة فترة اطول. كل مثلا شهر نعمل الدورة دي، ما ننساش يا حبايبي، مهمة جدا الغسالة، والفنيين بينصحوا جدا بالدورة بتاع الخل دي. ده كان فيديو النهاردة حبايبي، اسيبكم بقى الغسالة تكمل الدورة بتاعتها، وده كان فيديو النهاردة. اتمنى لكم حياة افضل، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.